واش يقول الوالد تاعو؟ يقول له اسكت اسكت انت ما تفهمش هذه. الله اكبر. تقدر تقول للوالد اسكت انت ما تفهمش؟ وحده اخرى شغل قول لها العجوز ريحي ترونكيتي ما تفهمي والو. ما تفهم والو. وانت كيف فهمت واش درت؟ يعني كاين واحد حتى واحد الالفاظ واحد الالفاظ ما يقدرش يقول ابي وما يقدرش يقول امي. يقول له واش الشيخ واش العجوز عجوز. عباك تتالم داخليا هي تتالم ان شاء الله ما تقولها لك وما ترضاش بهذه الكلمه. هي حاب تسمع منك كلمه. احنا في الشرق قلنا نقول ما بالعربيه يقول امي. وصحاب الفرنكوفون يقولوا بابا. وهذه بابا ماهيش تاعنا. شوف الصغير انا راح نختم يا شيخ انا راح نختم راني تجاوزت. الصغير في عمره 3 سنين 4 سنين الوالد نتاعو يجي خارج من الباب يجي الصغير واش يقول له؟ يقول له بابا باي باي. بابا هذيك يقول له ابي. تعرف كلمه باي باي؟ هنا نهار سمعت معناها خلعت. كيفاش خويا؟ الله يرحم والديك يا اخوان عليك من يعني انت في رعايه البابا تاع الكنيسه هذا. انت راك في حفظ البابا تاع الكنيسه. شوفوا شي يوصلوا لنا شوفوا شي يطعمونا. او خارج ابي خارج ابي السلام عليكم ورحمه الله. وفي القران قال يا ابتي قالت يا ابتي استاجره ان خير من استاجرته. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. خلاص برا المشكله. وحنا من الشرق كنا نقولوا بوي كنا نقولوا ما مازال احنا الكبار مازال ولكن الجيل ما يزيد يقول ما ولا واش العجوز يعجز. ما ندعيولكش بالشر ندعيولك بالخير. الله يهديك ويصلح بالك.